تمام. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض في الديزاين المين تراست ممبرز. المره اللي فاتت حسبنا الفورس في الممبرز بتاعه التراست, الماكسيمم والمينيمم فورسز, سواء كان ابر كورد او لور كورد او فيرتيكال او دياجونالز. وبالتالي المفروض نبدا ديبند على السترينج اكشنز اللي احنا حصلنا عليها نبدا نعمل ديزاين للممبرز بتاعه التراست. حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا؟ اوكي. كنت اتكلمت معاكم قبل كده في اللي اوت ان عاده التراست ممبرز عندنا في البريدجز اللي هي السبان بتاعتها كبيره بنعمل دبل جاست بليتس. الجوينت بتاعت التراس اللي على الشمال دي بتمثل لك سنجل جاست بليت اللي عباره عن اي سيكشن وخارج منها ويلدد جاست بليت, وكذلك الفيرتيكال والدياجنال بيبقى ويلدد فيها وبيتعمل سبلايسز كل مسافه طبعا كل حوالي 16 متر في الاتجاه طول الكوبري بتاعي. لما السبان بتاع التراس بيزيد قوي الدبس بتاع التراس بيبقى كبير, وكذلك الفورسز في الممبرز بتبقى ضخمه, فبيفضل ساعتها ان احنا نعمل دبل جاست بليت. يعني ايه دبل جاست بليت؟ يعني انا عندي الابر كورد بيتكون من 1 فلانج و2 ويب. عند الجوينت بيجي الجاست بليت نفسه بشكله ديبند على الكونكشنز بتاعه الفيرتيكال ممبرز والدياجونال ممبرز اللي راح على الجاست بليت. يعني الفيرتيكال ممبر مثلا فيه فورس 500 طن عايز 40 مسمار, يبقى الفلانج الناحيه دي هحط 20, الفلانج الناحيه الثانيه هحط 20 عشان عندي دبل جاست بليت. فبحدد حدود الجاست بليت بتاعتي بعد ما برص المسامير بتاعت الفيرتيكال والدياجونالز اللي هي ديبند على الفورسز اللي فيهم, اللي احنا هناخد ديزاين الكونكشن دي المحاضره الجايه مش النهارده. بعد ما نحدد حدود الجاست بليت, الجاست بليت بيرجع يبقى بات ويلد, لان هو في نفس منسوب الويب بتاع الممبر, هيبقى بات ويلد في الايه؟ في الويب بتاع الكورد ممبرز اهو. يعني كأن ده حدود الجاست بليت الخارجيه دي كلها, وبعد كده مره واحده بيبط ويلد في الايه؟ في الكورد ميمبر. يبقى الكورد نفسه ماشي بدبس الويب اللي هو مثلا 40 سم, ويجي عند الكونكشن الاقي ان الويب بقى جاست بليت كبير, دبسه كبير عشان يقدر ياخد المسامير بتاعه الفيرتيكال ممبرز وبتاعه الدياجونال ممبرز. بنلجا للدبل جاست بليس دي في حالة الفورسز الأزيد عادة من 250 طن. كل التراسز بتاعتنا اللي احنا منزلها لكم مثلا في الاساينمنت منزلين أقل سبان 40 متر. ال 40 متر بتطلع الفورسز فيها أكتر من 250 طن. وبالتالي كلنا هنشتغل على إيه؟ هنشتغل على الكيس بتاعت الدبل إيه؟ دبل جاست بليس. طيب احنا عايزين نتعرف دلوقتي على الممبرز, نختارها إزاي؟ نحدد التخانات إزاي؟ نعمل تشيك على القطاعات سواء كانت compression members او tension members according للكود المصري ازاي. اول حاجه في بعض ال requirements بتاعت الكود, اول requirements خاصه بالتخانه بتاعت البليتس, ودي انتوا عارفينها طبعا من اول ستيل 1 كمان السنه اللي فاتت, ان تخانه البليتس لو اقل من 40 مللي هنشتغل على yield stress والالتيميت ستريس اللي احنا عارفينهم اللي هو 2.4 و2.8 و3.6 ديبند على جريد الحديد. ومره واحده لو عندك التخانه بقت 5 سم 6 سم, ودي طبعا اكيد هتحصل معانا في البريدجز اللي سبانها 50 60 70 متر, هنلاقي تخانه البليتس بتاعت الابر كورد واللور كورد ممكن تطلع لنا 5 و6 سم و7 سم, ساعتها هنضطر ناخد نقلل اليلد ستريس اللي هي بدل 2.4 من 10 يبقى 2.15, ومثلا في السي 52 بدل 3.6 من 10 هتبقى 3.35. طبعا كلنا عارفين ان تقليل اليلد ستريس اكن بقلل الريزيستنس بتاعت الممبر, اللي كلنا فاهمين طبعا ان الالاوبل كومبريشن ستريسز والتنشن الاثنين ديبندنج على الايه؟ على اليلد بتاع الايه؟ بتاع القطاع نفسه. وبالتالي اليلد قل اكن قللت الايه؟ اليلد قل مثلا حوالي 10%, فاكني قللت الريزيستنس 10%. وطبعا دكتور هو مفيش صوت. ايوه عشان لسه النت كان فصل ورجع لسه ما اتكلمتش يعني.
بس كده كده انت سامعاني؟ اوكي تمام. اوكي ماشي، والبرزنتيشن واضحة؟ اوه تمام اوكي. فقلنا ان الييلد ستريس اوريدي بيقل نتيجة تولد ريزيدوال ستريسز في تصنيع البليتس في التخانات الكبيرة، وبالتالي لازم انا فولو ايه؟ فولو الكود بتاعي وانا في التخانات اللي اعلى من كام؟ التخانات اللي اعلى من 40 ايه؟ من 40 مللي. برضه شكل القطاعات، دايما احنا قطاعات الويلدد سيكشنز مكونه من بليتس، دي افضل شيء لان انا بقدر اجمع القطاع بالابعاد اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت بتحكم في بالتخانه اللي انا عايزها اللي هي تطلع لي الممبر سيف اكوردنج للفورسز اللي عندي. فافضل حاجه قطاع في الابر كورد هو الباي سيكشن اللي هي ابر فلانج واثنين ويب. طلع الباي سيكشنز في مشكله في النون كومباكت للويب، احط له لاترال ستيفنر. طلعت الفورسز ضخمه والتخانه كنت عايز اخدها مثلا 4 سم وما ازودش عنها مثلا عشان ما اقللش اليلد، ممكن اخليه بوكس. الفورسز زادت قوي برضه بنميل ناحيه الايه؟ البوكس سيكشن. بس خلي بالك البوكس ده بيزود لك قوي ابعاد الجاست، لان الفيرتيكال ممبر هيضطر يقف عند البوكس، عند البليت الافق ده. اللور كورد برضو افضل قطاع ليه هو الانفيرتد دبل تي سيكشنز، الانفيرتد دبل تي سيكشن ده افضل قطاع ليه. ممكن استخدم اثنين ويب بس بلاترال ستيفنرز، او ممكن استخدم ايه؟ بوكس نفس الابر كورد بس المقلوب بتاعه. طبعا المقلوب بتاعه ده هيبقى عامل زي الكونتينر، حله كده بتجمع ميه، فدايما بنعمل فتحه في البليتس في المنتصف، كل مسافه طوليه كل متر مثلا نعمل فتحه قطرها حوالي مثلا 5 سم ولا حاجه عشان ما يحصلش تجميع للمياه في ايه؟ في البوكس دوت. الفيرتيكال والدياجونالز ممبرز افضل حاجه ليها هي قطاعات الاي سيكشنز اللي هي ممكن تبقى عباره عن هوت رولد سيكشنز او ويلدد اي سيكشن. طبعا انا قلت لكم قبل كده في اللاي اوت ان المسافه بين التو جاسيتس بتبقى ثابته من اول تراس لاخره، وانا بتغير فقط تخانات الابر كورد واللور كورد ممبرز. بما ان المسافه بي بين التو جاسيتس ثابته، يبقى هضطر ساعتها دبس القطاع يبقى ثابت. فالهوت رول سيكشنز ما بتحليش ان انا اصغر القطاعات مع تصغير الفورس، لان انا كده لو انا مستخدم البي بتاعت التراس بتاعي مثلا 50 سنتي كده هضطر استخدم مثلا اتش اي بي مثلا 500 مثلا. طب انا الفورس بتقل او بتزيد، هقعد الحم بقى بليتس في الفلنجات والويب. فبدل ما استخدم هوت رول سيكشن ساعتها بيبقى ريكومندد ان استخدم ويلدد اي سيكشن، لان الويلدد اي سيكشن بتحكم زي ما انا عايز في عرض الفلانجه وتخانه الفلانجه، وكذلك في تخانه الويب. ممكن افرضه من الفرض اللي انا عايزه اللي هي كورسبوندنج للفورس بتاعتي. الحاجه الوحيده الثابته هي التوتال ديبس بتاع الاي سيكشن، وبالتالي ريكومندد ان انا استخدم ويلدد اي سيكشنز في الفيرتيكال والايه؟ في الفيرتيكال والدياجونال ممبرز. برضه الليمتس بتاعت الماكسيمم سلندر نست ريشوز في الكباري نفتكرها مع بعض. المفروض هي مختلفه عن البيلدنجز اللي انتوا اتعلمتوها السنه اللي فاتت اللي هي الماكسيمم 180 و200 في البريسنج. لا، في الكباري الموضوع مختلف. في الريلوي بريدجز في الكومبريشن ممبر بيبقى المين ممبرز 90 والبريسنج 140. اللي انتوا كنتوا بتاخدوها في الترم الاولاني اوريدي في المين ممبرز 120 و140 في البريسنج، البريسنج ما اختلفتش بين الريلوي والرودوي بريدجز. في التنشن ممبرز بنسمح في المين ممبرز لامدا ما تزيدش عن 160 والبريسنج ممبرز 200. 90 دي اللي هي كورسبوندنج في البيلدنج اللي خدناه في ستيل 1 في سنه ثالثه مدني 180، وال 160 دي اللي انتوا خدتوها في ثالثه مدني 300. يعني الكباري اكن الكباري بالظبط نص القيم الليمتس بتاعت البيلدنج اللي انتوا اتعلمتوها السنه اللي فاتت، اللي هي 180 نزلت ل 90 وال 300 نزلت لكام؟ نزلت ل 160. والبريسنج ممبرز بقى خلاص عرفنا انها كام؟ 140 في الكومبريشن و200 في الايه؟ في التنشن. دي الليمتس بتاعت الكود. انت كديزاينر مطالب ان لامدا ما تزيدش عن الايه؟ الفاليوز ديت، حتى لو الممبر زيرو ممبر. يعني لو هو زيرو ممبر وما فيهوش اي سترينج اكشنز، يبقى الليمتس بتاعتك هي الماكسيمم سلندر نست ريشيو لامدا اللي هي ال اوفر ار مينيموم. وده لازم انت تحافظ على ايه؟ على الليمتس ده. تمام. برضو
دي نقطة مهمة جدا. الباكلينج لينث بتاعت راس ممبرز دايما الباكلينج لينث بتاع الكورد ممبرز 0.85 ال، بنضرب اللينث بتاع الممبر بنضربه 0.85 الافكت بتاع الفيكسيشن بتاع الجاست بليتس. في الستيل بيلدينج كنت 0.85 بتاخده بواحد، يعني كنت بتاخد الباكلينج لينث بتاع الابر كورد واللور كورد هي المسافه بين الجوينتس ان بلين، والاوت اوف بلين كنا دايما بناخدها المسافه بتوين بريزد بوينتس لاترالي. وبالتالي وانا عندي ديك بريدج او عندي ثرو بريدج يبقى عندي في الديك بريدج كروس جيردر ماسكه الابر كورد اللي هو الكومبريشن، وبالتالي يبقى جميع الجوينتس لاترالي بريزد، وبالتالي يبقى الباكلينج لينث هي المسافه بين الجوينتس اللي هي ال، بضربها 0.85 ده الفاكتور بتاع الكود عشان الايفكت بتاع الايه بتاع الجاست بليتس. الجاست بليت بيعمل نوع من انواع الفيكسيشن بسيطه قوي، فالكود عندنا قالنا ناخد الفاكتورز الباكلينج فاكتور 0.85. طيب عندك بوني بريدج، بوني بريدج يبقى خلاص هتستخدم بما هتستخدم يو فريم عشان تمسك الايه عشان تمسك الابر كورد، لان في البوني بريدج الابر كورد لاترالي ان سبورتد، وبالتالي ساعتها هضطر استخدم يو فريم. استخدمت يو فريم يبقى ساعتها لازم تحسب بقى الباكلينج لينث بتاع الابر كورد من المعادله اللي احنا اتعلمناها برضو في الترم الاولاني اللي هي 2.5 الجذر الرابع اليانجس مودولس في الاي واي في الاف الدلتا. المفروض طبعا كل البارامترز دي عرفتوها انت دلوقتي بقى. الاي اليانجس مودولس على الحديد اللي 2100، الاي واي ده المومنت انرشا حوالين الماينور اكسيز. كنت في الترم الاولاني كنت بتاخدوها ايه هي اللي هي الاي واي بتاعت الكومبريشن فلانج. هنا هتبقى الاي واي بتاعت الابر كورد بتاعت الترس. الاي هي السبيسنج بتوين اليو فريمز اللي احنا اتفقنا مع بعض ممكن نحطها عند كل كروس جيردرز، وبالتالي بما هنحط يو فريم عند كل كروس جيردرز بقت الاي هي السبيسنج بتوين الجوينتس او السبيسنج بين الكروس جيردرز. فعلى كده دلتا قلنا الفلكسبيليتي بتاعت اليو فريم بتنتج من ايه؟ بتنتج ان انا بحط 1 طن عند اليو فريم فوق واحسب الديسبيسمنت الافقيه نتيجه ال 1 طن واحط بقى الدلتا دي، يعني لكنها بتعتمد على الايه؟ على الستيفنس بتاعت اليو فريم. الستيفنس اللي عباره عن مومنت اوف انرشيا ولينس، مومنت اوف انرشيا ولينس بتاع الايه بتاع اليو فريم نفسه. كل اليمنت ليه مومنت اوف انرشيا وكل اليمنت ليه لينس معين، سواء كان الفيرتيكال ممبر بتاع اليو فريم او سواء كان الهوريزونتال ممبر بتاع اليو فريم. طب لو عندك ويب ممبرز، ويب ممبرز طبعا هي الفيرتيكال ممبرز والدياجونال ممبرز. لو عندك سنجل ويب، سنجل ويب اللي هي ان تراس ودبل تراس. المالتيبل ويب اللي هو كروس بريسنج كروس دياجونالز، يعني ممكن واحد ما يستخدمش ان تراس ممكن يستخدم كروس دبل. يعني ايه دبل؟ يعني تيجي انت هنا في الدياجونالز تستخدم تو كروس دياجونالز، يعني تيجي هنا كده ممبر ده كده بدل ما تستخدم 1 دياجونال كده تستخدم ممبر دياجونال عمودي عليه عند كل vertical members. طبعا لو عندك cross هتتكون joint في النص، وبالتالي يبقى الباكلينج لينث يتقسم بقى ال على 2، لكن كده الممبر ده على بعضه كده ما فيش اي ممبر ماسك اي ما فيش اي joint في النص، يبقى هتاخد الايه اللينث بتاع الممبر. هو ده المقصود بالايه بالكروس بريسنج او مالتيبل ويب او كروس سيستم موجود هنا في الايه في الجدول، لان احنا في مره في امتحان جبناها ايه جبناها كروس دياجونالز ما جبناهاش 1 ايه ما جبناش 1 دياجونال. فانت مطالب بانك تبقى فاهم الباكلينج لينث بتاعت الدياجونال ممبرز والفيرتيكال ممبرز وات ايفر عندك سنجل دياجونال او دبل دياجونالز. لو عندك سنجل دياجونال المفروض عندك ال ال باكلينج ان 0.7 ال ال وال باكلينج اوت 0.85 ال ال في حاله الديك والثرو بريدج، لان الجوينت فوق لاترالي بريزد، وبناخدها 1.2 ال في حاله الامبريزد لاترالي اللي هي الكيس بتاعت البوني بريدج. يعني بمعنى اخر الفيرتيكال ممبر في البوني بريدج لاترالي ان سبورتد لان فوق مفيش اوفر بريسنج في البوني بريدج. وبالتالي الباكلينج لينث اوت هيتضرب في 1.2 اللي عندنا هنا ايه. طب عندي ديك بريدج، لا الديك بريدج ماسك الايه؟ ماسك الجوينت فوقانيه لاترالي، وبالتالي يبقى الفيرتيكال ممبر مش هيتحرك لاترالي في الاتجاه العمودي على التراس. يبقى هاخد الباكلينج لينث كام؟ 0.85 ال ال. طب 0.85 ليه ما خدناش ال ال بس؟ نفس الكلام تاثير الايه؟ الافكت بتاع الجاست بليت بيعمل نوع من انواع الفيكسيشنز في البوث اندز، ده بيؤدي ان انا باخد الكيب كام؟ 0.85 بدل واحد.
المالتيبل ويب او الكروس دياجونالز كلنا عارفين طبعا كنا السنه اللي فاتت بناخد الباقي لينث ال على 2 و 0.75 ال اللي هي طول الدياجونال كاملا عشان تتكون الجوينت في النص. هنا اللي جد ايه؟ اللي جد هنا ان ان بلين هنضرب كمان في 0.85 الايفكت بتاع الايه؟ الجاست بليت. عندك الدياجونالز متصل ب امبريزد كورد اللي هو ابر كورد في حاله البوني بريدج، ساعتها هتلغي ال 0.75 الفاكتور ده هتاخده ال. وعندنا الكي تراس بقى هيبقى 0.9 ال ال ان بلين برضه نفس الكلام عشان الايفكت بتاع الجاست، بس عندنا فوق جاست بليت كبير ومع الفيرتيكال جاست بليت بيبقى اصغر، فعشان كده الكود بدل 0.5 خلاها 0.9. والباكلينج اوت عندي الكي ده الممبر ده متصل بجوينت فوقانيه امبريزد بريزد يبقى 1.2، امبريزد يبقى 1.5. طبعا ليه الفاكتور هنا زاد 1.2؟ حد يعرف؟ عشان سين في حاله الكي تراس. ليه الفاكتور هنا 1.2 في حاله الكي تراس؟ ها حد مركز معايا يا باشمهندسين؟ عشان الفيرتيكال اللي ماسك فيها دكتور ده يعتبر يعني ويك ممبر والجوينت بتاعته ويك جوينت، فعشان كده لازم تبقى اكبر شويه. مظبوط صح يا باشمهندس. الفيرتيكال ممبر النقطه اللي في النص دي لاترالي انسبورتد بتاعت الفيرتيكال ممبر، هي ويك جوينت، هي لاترالي انسبورتد بالفعل زي ما باشمهندس قال لنا. وبالتالي برجع اضربها في ايه؟ برجع اضربها في 1.2. طب ليه ضربت الامبريزد في 1.5؟ عشان انسبورتد من فوق ومن تحت. برافو عليك يا باشمهندس صح كده، عشان هيبقى انسبورتد في نقطه المنتصف الفيرتيكال بتاعت الكي، وانسبورتد من فوق عشان هو بوني بريدج، وبالتالي بقى انسبورتد من ناحيتين. فالكود قال لنا نضربها في كام؟ نضربها في 1.5. طبعا الفاليوز دي كلها فاليوز مستنتجه من باكلينج اناليسيز اوريدي، فالكود بيدينا الفاليوز النهائيه. اللي عايز بقى يستنتج في حاجه اسمها باكلينج اناليسيز، ممكن تفتح انت كتب الستراكشرز وتقرا في الباكلينج اناليسيز وتستطيع انك تستنتج الايه؟ الفاكتورز دي من الفيرست برنسبلز نفسها يعني. طيب احنا دلوقتي الدلتا، نفتكر الدلتا مع بعض احنا خدناه في الترم الاولاني، مفيش اختلاف خالص، بس نركز هنا بس بالايه؟ بالانرشا اي واي والدلتا، معادله الدلتا نفسها. قلنا 2.5 الجذر الرابع لينجس مودلس في الاي واي بتاعت الابر كورد، في الاي السبيسنج بين اليو فريمز اللي احنا هناخدها هي السبيسنج بين الكروس جيردرز، ودلتا الفلكسبيليتي بتاعت اليو فريم اللي بتيجي عن طريق ان احط 1 طن اليو فريم. فلما احط 1 طن الكود قال لنا الكيس دي كورسبوندنج لتو كيسز، اكنها فيكسد فري واكنها بلس الروتيشن بتاع كروس جيردر، ده يدينا دلتا 1 زائد دلتا 2، والكود حتى مدينا المعادله ديت صراحه. فانت المفروض بتعوض في المعادله ديت، بس للاسف مش هتعرف تجيب الدلتا غير لما تصمم الفيرتيكال ممبرز الاول. فاللي عنده بوني بريدج هيضطر الاول يصمم الفيرتيكال ممبرز ويجيب قطاع الفيرتيكال ممبرز عشان يعرف الانرشيا بتاعته، عشان يعرف يعوض في المعادله ديت اللي هي دي واحد تكعيب اللي هي ارتفاع من اول السنترويد فوق لغايه وش الكروس جيردر، دي واحد، ودي اثنين لغايه سنتر لاين كروس جيردر اللي هنا، والبي المسافه اللي هي عرض الايه؟ عرض الكوبري بتاعي من سنتر لاين تراس لسنتر لاين تراس. كل دي داتا عندك ما عدا بقى الاي 1 اللي هي الانرشيا بتاعت الفيرتيكال ممبر اللي انت لازم تصمم الفيرتيكال الاول بقى. وبالتالي عنده بوني بريدج عشان يجيب الدلتا مضطر يروح يصمم الفيرتيكال الاول، لسه هتكلم فيه برده كمان شويه، يصمم الفيرتيكال الاول ويرجع يجيب الايه؟ الدلتا، او يفرض الدلتا دلوقتي وبعد كده لما يصمم الفيرتيكال يرجع يعمل تشيك هو فرضها صح ولا غلط. جبنا الدلتا هنا من المعادله بتاعت الكود، هترجع دايركت على طول تعوض هنا بقى وتجيب الايه؟ وتجيب ال باكلينج اوت. ده في حاله الايه؟ في حاله البوني بريدج. ده باختصار كده الحاجات اللي ممكن تقابلنا. عايزين دلوقتي نمسك ممبر في التراس بتاعنا ونبدا نعمل التشويس للقطاع، ونبدا نعمل ايه؟ تشيك على القطاع، ونشوف ازاي هنعمل التشيك اللي هو ديبند على الممبر نفسه، في تنشن ولا كومبريشن،
وكذلك ديبند على الباكلينج بتاعه. هنبتدي مع بعض دلوقتي في ديزاين الابر كورد. دي اول حاجه. الابر كورد بتاع التراس عن انا خلاص من المحاضره اللي فاتت حسبنا الفورس الماكسيمم فورس والمينيمم. ما ننساش ان احنا الفورس اللي احنا جبناها ديت هي فورس وركينج لودز اي اس دي، فنضربها في 1.35 عشان نحولها لايه؟ عشان نحولها ال ار اف دي. بعزوك يا باشمهندس ما حدش ينسى ال 1.35 عشان نحول الايه؟ الوركينج لودز الى التيميت لودز. بعد كده هنجيب ال باكلينج من الجدول بتاع كود اللي احنا شفناه من التو سلايز اللي فاتوا. وبعد كده نبدا اختيار القطاع. انا الاوتلاين بتاع القطاع انا عارف ان هو عباره عن مكون من ابر فلانج بليت واثنين ويب. وكل التخانه بتاعت الابر والتو ويب هي تخانتها تي. طب انا افرض الاوتلاين دي ازاي؟ الكود برضو مدينا دبس القطاع قد ايه ريلاتيف للبانل لينس. دي ريكومنديشن برضو موجوده في الكود المصري، بس الكود المصري الاي اس دي مكتوبه كاز ريكومنديشنز يعني. فبيقول لك از ريكومنديشن الدبس بتاعت راس خدوا البانل لينث على 12 ل 15. وبالتالي لو انا عندي مثلا المسافه بين الجوينتس 6 متر مثلا، اقسم 600 على 12 تديني 50 سنتي، اقسم 600 على 15 تديني 40 سنتي. يبقى انا عارف ان دبس الويب ده هاخده في رينج 40 50، ممكن واحد ياخده 40، ممكن واحد ياخده 45، ممكن واحد ياخده 50. ديبند بقى هو عنده ديك ولا بوني. دايما في حاله البوني تحاول تزود الدايمنشنز، في حاله الديك لا ممكن تاخد الدايمنشنز الاقل وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للبي، المسافه بتوين التو ويب ممبرز دولت هي ريكومندد ان احنا ناخدها من 0.75 لواحد الاتش في حاله الديك بريدج والثرو بريدج، وناخدها من واحد لواحد وربع الاتش في حاله الايه؟ في حاله البوني بريدج. وبالتالي انا كده فرضت الاوت لاين البي ديت والاتش فقط لا غير. بعد كده افرض الطرطفه اللي بره ديت. دي انا مجرد عايز ازود لينس عشان يخش معايا في الاريا. بدل ما اخد العرض الفلانج الفوقانيه هي نفس المسافه بين التو ويب، لا مزودها هنا مسافه بحيث برضو تكون في ليميت النون كومباكت ريكويرمنتس. يعني المسافه دي عاده انت لما بتاخدها في رينج 10 15 سنتي بيطلع قطاع برضو في النهايه نون كومباكت مع التخانات بتاعت الايه؟ الكبيره اللي هي موجوده في الكباري. فممكن تفرض انت في النهايه خالص بقى المسافه دي مثلا 15 سنتي من الناحيه دي ومن الناحيه دي 15، او من 12 12 10 10 وات ايفر، تقوم جايب المسافه دي كلها بي 1. يبقى انت فرضت الاوت لاينز كلها من الداتا اللي قصادك ديت. بعد كده هنبدا بقى نجيب التخانه من الفورسز اللي عندي. هجيب التخانه من الفورس. انا عارف ان القطاع ده عليه كومبريشن في الابر كورد، ففي الكومبريشن بقارن بالاف كريتيكال. الاف كريتيكال بتعتمد على الباكلينج لينث وبتعتمد على السلندرنس ريشيو. فانا هاخدها كام؟ انا مش عارف دلوقتي. من الاكسبيرينس بتاعتنا بقى نقدر نقول لكم انها بتطلع في رينج يعني من 0.6 ل 0.75 تقريبا. لو عندك بوني بريدج ممكن تقرب 0.6، عندك ديك بريدج قرب من 0.7. وده كله فرض، خلي بالك انا مضطر افرض واعمل تشيك. وممكن الفرض بتاعي ده يطلع ايكونوميك او يطلع انسيف او يطلع ويست. يعني ممكن الثلاثه يحصلوا معاك، لان الكومبريشن ممبرز بالذات الكريتيكال ريزيستنس بتاعت القطاع بتعتمد على الكريتيكال باكلينج ستريس، وكريتيكال باكلينج ستريس بيعتمد على الايه؟ الباكلينج لينث والريس والجريشن بتاع القطاع. وانا اصلا ما عنديش القطاع لسه. وبالتالي كده كده مضطر انا افرض الاف كريتيكال وارجع اعمل تشيك على الايه؟ على القطاع. ففرضت الاف كريتيكال مثلا سي 0.6 الاف ييلد، اضربها في ال 5 في الكومبريشن اللي هي 0.8، اجيب الاريا ريكوايرد. ومن الاريا ريكوايرد انا فرضت جميع الدايمنشن ما عدا التخانه، او جايب منها التخانه بقى. خلي بالكوا الفاي يا جماعه 0.75، الفاي بكام؟ في البريدجز 0.75. تمام. هنعمل تشيك. المفروض دلوقتي نعمل تشيك ازاي على القطاع بعد ما جبنا فرضنا الدايمنشن بتاعت ايه؟ اول حاجه نعمل تشيك عليها يا باشمهندسين. ها؟ كومباكتنس. سليم كومباكتنس. طبعا احنا على طول لازم القطاع نفسه يبقى كومباكت سيكشن، فاول حاجه هعمل عليه تشيك الكومباكتنس.
شي كومباكتنس الكود بيقول لي بقى البي على التي، البي ديت على التي بتاعت الفلانج الفوقانيه دي لازم تقل من 64 على جذر فيلد، والاتش على التي اقل من 30 على جذر فيلد. هو المشكله بصراحه في الايكويشن دي، دي الايكويشنز اللي بيبقى تطلع دايما فيها مشكله، يعني مع التخانات الكبيره هيطلع قطاع نان كومباكت ما فيهوش مشكله، ومع التخانات الصغيره هيطلع قطاع سلندر، فساعتها دايركت على طول تحط له ستيفنر افقي كده. اصل المشكله لو فضلت تزود التخانه ممكن القطاع يطلع ويست، يعني انا مش محتاج مثلا تخانه 2 سم، وعشان يطلع نان كومباكت لازم تزود التخانه من 2 ل 3، كده كتير جدا انك تزود كل الاطوال دي من 2 سم الى 3 سم عشان الويب ده الراسي يطلع نان كومباكت. فاحسن حاجه تحط له ايه؟ تحط له ستيفنر افقي. هو الستيفنر ده بيفيد ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ الستيفنر الافقي ده هيفيدني في ايه لما احطه؟ بيخلي الجاست بليت الراسي ممسوك من فوق ومن تحت؟ مظبوط، بيخلي البليت الراسي ممسوك من فوق ومن تحت، فتحول من ان ستيفند ايليمنت الى ستيفند ايليمنت. لا لما تحط البليت ده بقى، بدل ما هنقارن 30 على جذر الفيلد هنقارن بكام بعد وضع الاستيفنر؟ ايوه يا باشمهندسين، قارن بكام؟ كمل معايا 64. ما مظبوط صح كده، موجود قصادنا اهي، ما هو خلاص اتمسك من فوق ومن تحت، هنقارن 64 على جذر الفيلد. طبعا الطرطفه اللي هي في الطرف ديت سواء كانت بي 2 او طرطفه الاستيفنر، انا انصحك انك تاخد نفس الطرطفه دي، هي نفس البعد بي 2، عشان الاثنين بيبقى ليهم نفس التشيك بتاع النان كومباكت. فساعتها دي بنقارنها ب 28 على جذر ايه؟ على جذر فيلد. ودي نفس الطرطفه بتاعت الاي سيكشنز، لما انت بتقارن الاي سيكشن ان القطاع يبقى ايه؟ يبقى يطلع نان كومباكت سيكشن. طيب بعد ما نعمل تشيك على النون كومباكت، ايه المفروض نعمله تاني يا باشمهندسين بقى؟ عشان اكمل تشيك على القطاع ده سيف ولا انسيف، عليه فورس مثلا 1000 طن، وانا عملت تشويس للقطاع خلاص وطلع نون كومباكت، ايه اللي نعمله بعد كده؟ سلندرنس ريشيو. ايه السلندرنس ريشيو بقى؟ اللي هي الباكلينج، اللي هو اللي باكلينج على الريديوس اوف جايريشن. مظبوط. بعد كده بعدين اجيب اف سي ار واقارن الفورس اللي عندي بالمقاومه القطاع. مظبوط صح كده. المفروض دلوقتي انا عرفت الدايمنشن بتاعت القطاع، بجيب البروبريتي بتاعت القطاع نفسها الاي اكس، وبعد كده عندي الباكلنج لينث اللي عرفناه من السلايدز اللي فاتت، انهم جايبين السلندرنس ريشيو اللي هي لامدا، اللي هي ال باكلنج ان على ار اكس، وال باكلنج واي على ار ايه؟ على ار واي، واتاكد انها اقل من 90. جبنا اقل من 90، نرجع نجيب بقى الايه؟ الاف كريتيكال بالنسبه لنا بقى. المفروض احنا اتعلمنا قبل كده ان احنا بنجيب الاف كريتيكال ازاي؟ على حسب لامدا، اقل من 1.1 ولا اكبر من 1.1؟ لو اقل من 1.1 نعوض في المعادله الاولانيه ديت، ولو اكبر من 1.1 نعوض في المعادله الثانيه. ولامدا سي بجيبها بقى اللي هي جذر الاف ييلد على الاف اويلر، والاف اويلر اللي هي لسه جايبينها اللي هي باي سكوير في الاي على كي ال اوفر ار سكوير اللي هي السلندرنس ريشيو سكوير. كل الحاجات دي كلها انت عوضت بيها قبل كده. المفروض دلوقتي في عندك نقطه مهمه دلوقتي، القطاع ده ممكن يحصل له باكلنج في اي اتجاه؟ باكلنج حوالين محور اكس او باكلنج حوالين محور واي، وبالتالي بتجيب الاف اويلر اكس وتجيب الاف اويلر واي، والصغير فيهم هو اللي هيبقى كريتيكال. لا الفليكشن توشن باكلنج، لو اهملنا الفليكشن روتيشن باكلنج اللي هتكلم فيه كمان شويه، يبقى معنى ذلك الاف اويلر دي المعادله ديت هي المينيمم من ايه؟ من باكلنج حوالين اكس اف اويلر اكس، او باكلنج حوالين واي اف اويلر واي. اخد الصغيره في الاثنين اللي هي كورسبوندنج، اللي هي مش منسين كورسبوندنج كي ال اوفر ار ماكسيمم. يعني انا جبت لامدا اكس طلعت لي ب 50، جبت لامدا واي طلعت لي ب 60، يبقى مين الكريتيكال؟ على طول كريتيكال لامدا واي على طول. يبقى عوض هنا بالايه؟ بلامدا الكبيره. لامدا كبيره يبقى اف اويلر تيجي صغيره، اف اويلر صغيره يبقى لامدا تزيد، لامدا تزيد اف كريتيكال تي ال، يبقى هي دي كريتيكال بالنسبه لي. طيب
المشكله النقطه دلوقتي ان هل القطاع ده بيحصل له فليكشنال باكلنج بس؟ لا، القطاع ده اسمه مونو سيمتريك سيكشن. القطاعات المونو سيمتريك سيكشنز الشير سنتر ما بينطبقش على السنتروي بتاع القطاع، الشير سنتر اوت خارج كده القطاع فوق الفلانج، فبيحصل حاجه في القطاع اسمها فليكشنال تورشنال باكلنج. ايه هي الفليكشنال تورشنال باكلنج؟ الفليكشنال تورشنال باكلنج ده مود ثالث اوف فيليرز. يعني احنا دايما اتعلمنا في ستيل 1 السنه اللي فاتت ما حدش كلمكم خالص عن الفليكشنال تورشنال باكلنج. هو بصراحه كان موجود في تو انجلز باك تو باك، بس مش عارف يعني ممكن بقى لما اشرح لكم السنه اللي فاتت قال لكم نهمل الايه؟ نهمل الفليكشنال تورشنال باكلنج. القطاعات الدبل سيمتريك سيكشنز عاده الفليكشنال باكلنج بيبقى هو الكنترول ديزاين. يعني الفليكشنال بيكون اقل من الفليكشنال تورشنال باكلنج. يعني ايه فليكشنال تورشنال باكلنج؟ يعني قطاع بيحصل له باكلنج وتويستنج في نفس الوقت نتيجه اختلاف الشير سنتر عن السنترويد بتاع القطاع. وبالتالي القطاع هنا ممكن يحصل له باكلنج حوالين محور اكس او يحصل له كومبايند فليكشنال مع تويستنج حوالين محور واي. عشان كده الباكلنج اسمه ايه؟ اسمه فليكشنال تورشنال ايه؟ فليكشنال تورشنال باكلنج. طيب الدبل سيمتريك سيكشنز دي معادله الفليكشنال تورشنال باكلنج في دبل سيمتريك سيكشن. اللي هي باي سكوير في اليانجس مودلس في السي ووربنج على كي زد في ال كل سكوير بلس جي جي في واحد على اي اكس زد اي واي. ودي معادله السنجل سيمتريك سيكشنز الفليكشنال تورشنال باكلنج. بنجيب المعادله ديت اللي هي اف اويلر واي بلس اف اويلر زد على 2 اتش مضروبه في واحد ماينس الروت واحد ماينس 4 اف اويلر واي في اف اويلر زد في اتش على اف اويلر واي بلس اف اويلر زد كل سكوير. بصوا هنسين بقى يعني ايه الكلام دوت. انا عندي اف اويلر اكس هو عباره عن فليكشنال باكلنج حوالين محور اكس. يعني ايه فليكشنال باكلنج؟ يعني القطاع فقط بيحصل له بيندنج باكلنج او بيندنج دي تو باكلنج حوالين محور اكس. ويعني ايه اف اويلر واي؟ ده عباره عن المود بتاع الباكلنج حول محور واي. يعني ايه اف اويلر زد؟ ده تويستنج، يعني القطاع بيلف حوالين اللونجيتيودنال سنترويد بتاع القطاع واللونجيتيودنال اكسيس اللي بيمر بالسنترويد بتاع القطاع والشير سنتر. طيب الدبل سيمتريك سيكشنز الاف اي زد ده بيطلع قيمته كبيره عاده، والاف اي بتاعت الفليكشنال تورشنال باكلنج بيطلع اكبر من الايه؟ من الفليكشنال باكلنج اللي هو اف اويلر اكس اف اويلر واي. عشان كده دايما في المونوسيمتري سيكشن ما بنحسبش خالص الايه؟ ما بنحسبش خالص الفليكشنال تورشنال باكلنج، لان دايما الكنترول هو الفليكشنال باكلنج اللي احنا خلصناه في السلايدز اللي فاتت. لكن انا عندي القطاع القصادي ده مونوسيمتري سيكشن، فالمونوسيمتري سيكشن انا ما اقدرش اقول ان الفليكشنال تورشنال باكلنج كريتيكال، لان في المونوسيمتري سيكشن دايما بيطلع الكريتيكال هو الفليكشنال تورشنال باكلنج مش الايه؟ مش الباكلنج، مش الفليكشنال باكلنج حوالين محور اكس. تاني انا عندي قطاعات المونوسيمتري سيكشنز بيحصل لها مود اوف باكلنج، بيحصل لها فيلير عن طريق اثنين مود اوف باكلنج، يا اما مود اوف باكلنج حوالين محور اكس فقط لا غير، يا اما كومبايند مود باكلنج بين فليكشن حوالين واي وتويستنج. الفليكشن حوالين واي وتويستنج ده بنسميه الفليكشنال تورشنال باكلنج. الفليكشنال تورشنال باكلنج ده مستنتج من المعادله اللي قصادنا، المعادله دي ليها استنتاج من الفيرست برنسبل موجوده في التكست بوكس، طبعا مش هنستنتج ايه المعادله دي مع بعض من الفيرست برنسبل يعني. بس لازم تبقى فاهم الترمات الداخليه بتاعت كل ايه؟ تر ايتمز من المعادله ديت. اول حاجه اف اويلر واي دي المعروفه اللي هي باي سكوير في الاي على السلندر نس ريشو حوالين محور واي اللي هي كي واي في ال على ار واي كل سكوير. ودي خلاص احنا جبناها من المعادله اللي فاتت اصلا من السلايد اللي فاتت. اف اويلر زد هي دي جديده بالنسبه لنا بقى اللي هي باي سكوير. الزد طبعا بالنسبه لنا ده اكس وده واي، والزد اللي هو حوالين الايه؟ اللونجيتيودنال اكسيس، اللونجيتيودنال اكسيس بتاع الممبر اللي هي باي سكوير في الاي في السي ووربنج على كي زد في ال كل سكوير بلس جي جي في واحد على الاريا في الار نوت سكوير.
الكي زد ده الافكتيف لينث فاكتور فور تورشنال باكلينج، والسي ووربنج ده الوربنج كونستانت، الار نوت اللي هو البولر ريزس اوف جيريشنز اباوت الشير سنتر. انا عندي هنا مونوسيمتريك سيكشن، فالشير سنتر واقع على الواي اكسيس على بعد واي نوت من السي جي بتاع القطاع، فعشان كده الار نوت اللي هو البولر ده بيساوي الروت في الواي نوت سكوير بلس اي اكس زائد اي واي على الاريا. الواي نوت نفسه والاتش كلها والسي ووربنج بتعتمد على شكل القطاع، فهتلاقوني بعد انا مديكم الايكويشنز بتاعت السي ووربنج وبتاعت الواي نوت للقطاع بتاع الباي سيكشن ده اللي احنا قربناه اكنه تشانل. التشانل مكونه من فلانج وفلانج وويب. لو فتحت تكست بوكس هتلاقي كل تكست بوكس فيها تيبلز بتديك الايه الوربنج كونستنت. خلي بالك اي قطاع يا باشمهندس بيحصل له تويستنج، بيحصل له تويستنج بينتج عنه شير ولونجيتيودنال ستريسز، عباره عن اكنها نورمال ستريس في الاتجاه الطولي، ده بيتوقف على الوربنج كونستنت ده وبيعتمد على بعد الشير سنتر عن السنترويد بتاع القطاع. الشير اللي هو الجي طبعا اللي هو الشير مودولس اللي هو كلنا عارفينه اللي هو اليانجس مودولس على 2 في 1 ناقص باسور ريشيو سكوير اللي هو بيطلع حوالي 810 طن ناقص متر سكوير. الجي اللي هو التورشنال كونستنت ده عباره عن ثلث سيجما البي تي تكعيب اللي هو التورشنال كونستنت للاوبن سيكشن، ده اوبن مش كلوزد، يبقى ثلث سيجما بي تي تكعيب. والاي الاريا بتاعت القطاع والاي اكس والاي واي الموف انرشيا والواي نوت ده البعد الشير سنتر عن الايه عن السنترويد. جبت انت بقى الفليكشن توشر باكلينج تشوف الصغير من الاثنين بقى من الفليكشن توشر باكلينج مع الفليكشن حول محور اكس لان ده كومبايند بين الواي والزد. دكتور ايوه هو اللاترال توشر باكلينج كده بقى ده شبيه للفليكشن ان القطاع لما كنا بيجي عليه بيندنج كان الكومبريشن بيأثر في الفلانج وسوتس الويب فده كان بيبقى مونوسيمتريك عشان كده كنت بتشيك عليه. لا هو القطاع هناك اسمه لاترال تورشن باكلينج. لا اللاترال تورشن باكلينج ده نتيجه ده نتيجه القطاع لبندنج سليم. هو طبعا الكومبريشن اللي موجود في القطاع الفوقاني برضه هناك هو اللي عمل برضه لاترال تورشن باكلينج نتيجة ان القطاع كانها كومبريشن بتأثر على النصف العلوي من القطاع الاي سيكشنز فالقطاع بيلف فالقطاع بيلف من هنا استنتجنا ساعتها اللاترال توشر باكلينج مومنت. بس اللاترال توشر باكلينج مومنت في البندنج غير الفليكشر توشر باكلينج في الاكسيال. هنا احنا القطاع عليه كومبريشن معلوش بندنج. فده ليه استنتاج من الفيرست برنسبل غير الاستنتاج اللي احنا استنتجناه عشان نجيب الاف المومنت بتاع اللاترال توشر باكلينج بتاع البيمز المكونه من اي سيكشنز. يعني ده مود وده مود يعني ده حاجه وده ده مود ده مود مختلف خالص بس برضك في الاثنين بيحصل برضك تورشن الاثنين بيحصل تويستنج مظبوط يعني هناك الكومبريشن بيعمل لاترال باكلينج يعني البيندنج والد كومبريشن ستريس. الكومبريشن ستريس والد لونجيتيودنال سترين. اللونجيتيودنال سترين عمل لاترال سترين. اللاترال سترين عمل لاترال باكلينج. اللاترال باكلينج مع الفيرتيكال لودز عمل تويستنج لنتيجه الاكسنتريستي بتاع الفيرتيكال لودز مع حدوث اللاترال باكلينج. معايا يا باشمهندس؟ تمام. هنا 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 اوريدي اختلاف عند الكومبريشن فورس اكسنتريك مع الشير سنتر. نتيجة الكومبريشن فورس اكسنتريك مع الشير سنتر ده حصل تويستنج. فالتويستنج هو سبب للمود التالي بتاع الباكلينج اللي هو فليكشن توشن باكلينج. لكن لو كان دبل سيمتريك والفورس السنترويد بتاع القطاع فالمود بتاع فليكشن توشن باكلينج ده ما بيحصلش لان بيحصل على طول فليكشن باكلينج حوالين الاكس والواي. تمام. هيبقى الاثنين في نفس السنتر. تمام. العفو يا باشمهندس. طبعا كلنا عارفين بقى في النهايه خالص كده في المونوسيمتريك سيكشن هتاخد المينيمم من الاثنين دول بقى من الاف فليكشرال باكلينج حوالين اكس او فليكشرال تورشن باكلينج اللي هو الكومبايند بين الباكلينج بتاع الايه؟ بتاع الواي فليكشر بتاع الواي مع التويستنج بتاع الزد اللي احنا لسه جبناه من شويه.
من هنا جبت المينيموم في الاثنين دول تقوم جايب الاف كريتيكال بقى من المعادله بقى اللي احنا شفناها من شويه. طبعا فين المعادله؟ نرجع تو سلايز للخلف. آه المعادله دي يعني عايز اجيب الاف اي هنا اعوض بايه؟ هنا هعوض بالمينيموم. جبت المينيموم جبت لامدا، جبت لامدا تعوض هنا تجيب الاف كريتيكال، جبت الاف كريتيكال تضربها في الاريا، جبت النومينال ريزيستنس تقارنها بالفورسز اللي عندك وتقول القطاع سيف ولا انسيف. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ تمام. ده كده بالنسبه لل طبعا كلنا عارفين الرسمه ديت اللي هي اللي هي الكريتيكال ستريس مع زياده اللامدا، كلنا عارفين ان عند لامدا ب 1.1 هو ده الحد الفاصل تقريبا بين الالاستيك باكلينج والبلاستيك باكلينج. في الالاستيك باكلينج طبعا الجريد بتاع الحديد ما بيفرقش كتير، بيطلع الثلاث كيرفات قريبين جدا من بعض، لكن طبعا في البلاستيك باكلينج اللي هي لامدا ب 0.2.4 لامدا سي بيطلع في فروقات طبعا. جريد 52 بيشيل اكتر بكتير قوي من 44 و37 لانه ساعتها بيتوقف على الجيل دي يعني. واحنا عندنا معادلات الاف كريتيكال فنستطيع على طول نعوض فيها نجيب الايه؟ نجيب الاف كريتيكال. بس كده يبقى خلصنا الديزاين بتاع الابر كود. بالنسبه للديزاين الو؟ ايوه؟ ممكن سؤال؟ اتفضلي يا باشمهندس. هو انا هحسب مكان الشير سنتر ازاي؟ بصي هو الحاجات دي كلها درستوها في الاستراكشر، بس بالنسبه للكيس بتاعتنا دي للشانل انا مش هخش بصراحه، مش هستنتج معاكم الشير سنتر من الاستراكشر اناليسيس من فيرست برنسبل، لا دي انا مديها في المحاضره على طول. في حاله الابر كورد اللي هو مكون من باي سيكشنز مكان الشير سنتر اديتك الواي نوت واديتك معادله السي ووربنج. انت عندك حاجتين مش هتعرف تحسبيهم لوحدك غير لما تكوني درستي كورس ستراكشر اللي هو السي ووربنج الوربنج كونستانت والواي نوت اللي هو مكان الشير سنتر. والاثنين دولت موجودين طبعا استنتاجهم في الاستراكشر تكست بوكس ممكن تبص عليهم، لكن انا في الامتحان وفي الليكشرز انا مديك الايكويشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الوربنج كونستانت ومديك الايكويشن بتاعت الواي نوت. معايا يا باشمهندسة؟ اهو تمام يا دكتور. اوكي. طبعا في مشكله لو انت اخترت قطاع غير القطاع ده، يعني اخترت قطاع غير القطاع الباي سيكشن اللي قصادنا ده، ساعتها الايكويشنز دي مش هتمشي معاكي. اه تمام. ودي نقطه لازم كلنا نفهمها يعني اللي عايز يختار قطاع مختلف يبقى لازم يرجع يحسب الواي نوت والوربنج كونستنت من الفيرست برنسبل بقى، او يفتح التكست بوكس ويشوف في التيبلز ان في تيبلز كثيره قوي بتتكلم عن الواي نوت والسي ووربنج ايه مكان الشير سنتر استنتاجه ازاي، او انك تجيبه على طول من التيبلز الموجوده في تكست بوكس. طيب اللور كورد، اللور كورد عليه تنشن ولا كومبريشن؟ عليه تنشن فورس. طيب نفتكر مع بعض كده التصميم التنشن فورس اللي خدناه في ستيل 1. التنشن الحاجه الاساسيه في التنشن ممبرز اللي درسناها اول حاجه السلندر نس ريشيو في التنشن ممبر لامدا ما تزيدش عن كام؟ 160 بدل كام؟ بدل 90 بتاعت الكومبريشن. دي نقطه. النقطه الثانيه لازم تجيب الريزيستنس نتيجه الليمت ستيتس في التنشن ممبر اللي هي يا اما ييلدنج في الكروس سكشن اريا يا اما فراكشر في الايه؟ في النت اريا. ودي طبعا حاجه احنا درسناها فين؟ باشمهندسين سامعين صوت دلوقتي؟ ايوه تمام يا دكتور. تمام اوكي. احنا اخر حاجه وقفنا عندها التنشن ممبر سليم؟ طيب بص يا باشمهندسين دلوقتي احنا اللور كورد المفروض عباره عن تنشن ممبرز. احنا اتفقنا ان احنا هناخد المسافة بتوين التو جاس بليتس ده ثابتة بي، فاحنا ابتدينا ديزاين بالابر كورد، فما تنساش البي دي هتبقى ايكوال لايه؟ هي نفس البي بتاعت الابر كورد. بعد كده عندنا تو فيلير اوف مودز، فيلير خاص بالييلدنج في الكروس سكشن اريا. بتفترض ان الفيلير هيحصل
في الجروس اريا، فالجروس اريا ده بضربه في اف ييلد، فبتجيب النومينال ريزيستنس بيساوي اف ييلد في الاريا جروس، دي اول حاجه. وال5 في اليلدنج 0.85. بعد كده بتفرض ان ممكن يحصل في النت اريا امتى هيبقى في نت اريا في القطاعات في اللور كورد، امتى هيبقى في مسامير في اللور كورد مش فانسين، حد يعرف؟ الفيلد كونكشن عند ايه؟ وهعمل فيلد كونكشن فيها بولتس. مظبوط يا باشمهندس، برافو عليك، صح كده. فيلد كونكشنز عند اماكن الفيلد كونكشنز السبلايسز هنعمل اوريدي بولتس، وبالتالي هيبقى في كونكشن عند اماكن البولتد كونكشنز، وبالتالي ده هيبقى ممكن يحصل فيلير باي فراكشر في النت اريا. برضو خدنا في ستيبل الفيلير باي فراكشر بنضرب الاف الالتيميت في اريا نت. الاريا نت بنجيبها ازاي؟ هي اليو في الاريا نت بتاعت السكشن نفسه. الاريا نت دي هي عباره عن الاريا جروس ناقص اريا هولز فتحات المسامير. واليو ده اللي هو الشيب فاكتور، حد فاكر اليو ده كنا بنعمل كام؟ اليو ده كان سببه ايه؟ سببه ان اوريدي الجاست بليست اوريدي بيقع مش في السنترويد بتاع القطاع، الجاست بليست ما بيقعش في سنترويد القطاع، فدايما بيكون في اكسنتريستي. ومن هنا كنت بتاخد دايما قيمه اليو دي مثلا في الانجلز كانت بتبقى قيمتها حوالي 0.8 او 0.85 حالة الويلدد سيكشنز. طب عدد المسامير افرضها ايه؟ انا هنا بوجه عام انا وحطيت لك اليو، قلت لك خدها 0.85 حالة الويلدد سيكشن اهي، وقلت لك خدها ب 0.8 في حالة البولتد سيكشن. طبعا بافتراض ان عدد المسامير هيبقى اكبر من 4 في الايه؟ في الجاين واحد. هتفرض بقى ارتفاع اللور كورد وتاخد المسافه بي، هي نفس البي بتاعت الابر كورد، والبي 1 دي ناخدها من 0.65 ل 0.7 البي. ايه البي 1؟ اللي هي الفلانج دي، عرض الفلانج ديت. عرض الفلانج دي هناخدها ايه؟ هناخدها حوالي 0.7 البي، يعني واحد واخد البي دي ب 50 سم. 50 في 0.7 ب 0.35، فممكن ياخد دي 0.35 واخد دي 0.35. والاتش ده هو نفس الاتش بتاع الابر كورد، انا فرضته مثلا في الابر كورد 40 سم، ياخد نفس ال 40 سم، مفيش مشكله خالص. بعد كده هيتفضل لي التخانه تي، ده بقى هو ده هستنتجه بقى من الفورس اللي عندي. فبقول لك انا عندي هنا الاريا بقى، جبت الاريا من اليلدنج او من الفراكشر، ومن اللي غالبا الكنترول هو اليلدنج، ده مش بتاع كريتيكال خالص الفراكشر، وبالتالي ساعتها هقوم حاسب الفورس من فوق، واقوم جايب التخانه على اساس اوريدي ان القطاعات نفسها هي قطاعات ايه؟ ويلدد ممبرز ما عدا مكان الفيلد فقط لا غير. ودي بقى هتبقى موجوده في بيان معينه انت المفروض تروح لها مينلي بقى بعد تحديد اماكن الفيلد سبلايس. طيب بعد كده اعمل بقى تشيك على التنشن ريزيستنس، هجيب الاريا بتاعت القطاع، وبعد كده اقوم جايب الريزيستنس اليلدنج والريزيستنس الفراكشر، وبعد كده في النهايه خالص اخد الايه؟ اخد المينيمم من الاثنين، واتاكد ان الفورس اللي عندي اقل من الايه؟ اقل من المينيمم في الاثنين. طبعا التنشن ممبر بيعتبر اسهل بكتير قوي من الايه؟ من الكوبريشن، مجرد بجيب ريزيستنس اليلدنج وريزيستنس فراكشر، ولازم الفورس اللي عندي تبقى اقل من الايه؟ من المينيمم من اليلدنج والفراكشر فقط لا غير. وما انساش اعمل تشيك فاتيج برضو، نخلي بالنا الفاتيج بيتعمل في الوركينج ستيج، يعني الاستيك ستيج الفاتيج. فلو انا مديك التنشن في الالتيميت يتسمع على 1.35، او انت تاخد التنشن قبل ما تضربها في 1.35 تجيب الماكسيموم ناقص المينيموم ستريس، اللي هي الفورس طبعا نتيجه ديد بلس لايف بلس الامباكت ماينس الفورس نتيجه ديد لود. الفرق ده تحصل عليه وتتاكد اقل من اف اس ار لو اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2 طن على سنتيمتر سكوير. طبعا قيمه الفاتيج اللابل دي بتبقى جيفن في الايه؟ جيفن في الامتحان، يا اما اديك الجدول كاملا بتاعت الديتيل كاتيجوري وانت تطلع منها ايه؟ تطلعها من جوه الجدول يعني. حد عنده اسئله يا جماعه في الجزئيه ديت؟
هو طبعا هنا انا ما خدتش في اعتباري طرح المسامير بتاعه السبلايسز. بقى المهندس بقى المفروض في السكتش بتاعه وهو بيحل اساينمنت يرسم كده تراس ويحط اماكن الفيلد سبلايسز كل 16 متر، والممبر اللي عنده هيبقى فيه فيلد سبلايس يجي هنا بقى في الفراكشر ويستخدم اريا نت ويطرح ايه؟ ويطرح المسامير. دي برضه هشرحها في المحاضره الجايه برضه، واحنا بنشرح ديزاين الجوينتس برضه هوضح تصميم السبلايس ازاي. اخر حاجه في التنشن ممبر المفروض لمده تبقى اقل من 160 فقط لا غير. في بعض ايوه هو احنا مش هنغير قطاع الابر كورد واللور كورد طول الاسبان كله؟ ده هنغيره، بس هنغيره ازاي؟ سو تقريبا كل ممبر يعني في قوه غير الممبر اللي جنبه. صح مظبوط. الممبر اللي في النص فعلا سيبنا فيه 1000 طن، اللي جنبيه 800، اللي جنبيه 600، اللي جنبيه 400. وانا اخترت القطاع دلوقتي اللي فيه فورس 1000 طلعت الخانه دي 5 سم. وعندي الاتش دي طلعت 40 سم وطلعت البي مثلا ب 45 سم. والبي 1 دي ب 35. نعمل ايه بقى في الممبر اللي فيه فورس تغرط من 1000 ل 800 طن؟ ايه اللي يصغر يا باشمهندسه؟ التخانه بس. وانا قلتها على فكره وانا بشرح الابر كود. احنا اوريدي التخانه طلعت 5 سم، هيجي حاجه على الممبر اللي فيه فورس 800 بدل 1000. اعمل ريت شويس للتخانه من اول وجديد، التخانه بدل 5 تطلع 4.2. بعد كده اعمل ريت شويس وراه في التخانه اللي هي في الفورس اللي هي 500 طن او 400 طن او 300 طن. التخانه تنزل لغايه 3 سم وهكذا. وبالتالي يبقى انا التراس الاوت لاين ماشي كونستنت، الدبس وابعاد القطاع والمسافات بين الجاست بليتس ماشيه ثابته، لكن التخانه الثيكنس بتعتمد على الفورس فقط لا غير. معلش هنسين؟ تمام. بنلجا ليه كده؟ ليه بنعمل كده يا باشمهندسين؟ عشان ال recommended depth بتاع القطاع relative للبانل لينس. احنا عندنا بانل لينس كلها ايكوال بعض، وهي ريكومند ان الدبس السبان بتاع البانل لينس على 12 ل 15. فانا كده مضطر اخد اتش كونستنت، وفي نفس الوقت البي غصب عني لازم تبقى كونستنت للتراس كله اللي هينزل فيه vertical members. وبالتالي يبقى الكرتيلمنت الوحيد اللي ممكن اعمله هو تقليل التخانه بتاعت القطاعات. وبالتالي يبقى انا عندي التخانه في النص تبقى ماكسيموم، ولو ما اروح عند السبورت كل ما التخانه تفضل تنزل اللي هي كورسبوند بقى تنزل قد ايه ديبند على الفورس اللي عندي. طيب احنا وصلنا لايه؟ بعد ما عملنا تشيك اتاكدنا الريزيستنس تمام، التنشن عندنا اقل من الريزيستنس، وكده عملنا تشيك فاتيك، عملنا تشيك سنتر نيس ريشيو كده خلص مفيش مشكله خالص. في بعض الكونسلتنت ممكن يعمل ديزاين، ممكن يعمل تشيك للنون كومباكتنس للتنشن ممبرز. دي حاجه طبعا الكود مش عليها، ده تنشن سواء ممكن تفرض ان ممكن يتولد كومبريشن فورس during construction during erection اثناء التركيب، لكن انا مش هطالبك انك تعمل تشيك نون كومباكت للسكشنز لقطاعات الايه التنشن ممبرز، دي مش هطالبك بيها. فكده بقول لك في بعض الكونسلتنت برضو بيحافظ على الريكويرمنتس بتاعت النون كومباكت. المفروض النون كومباكت دي بتعمل الكومبريشن فقط مش التنشن، بس هو على افتراض ان ممكن يتولد اي كومبريشن فورس during construction او اثناء التركيب، انا برفع بونش القطاع ممكن يتولد كومبريشن فورس عاليه شويه في اللور كورد، هو تنشن بس اثناء التركيب يتقلب كومبريشن مثلا. وبالتالي في البعض ريكومندد انك تعمل بالك تشيك ايه؟ تشيك كومباكتنس للتنشن ممبرز. كده ناقص لنا الديزاين بتاع الويب ممبرز. الويب ممبرز اللي تمثل لي ايه؟ تمثل لي الدياجونالز والفيرتيكال ممبرز. الدياجونال والفيرتيكال ممبرز يا اما فيها تنشن فورس يا اما فيها كومبريشن فورس. لو فيها تنشن فورس انا واخد قطاع اي سيكشن طبعا. لو هي تنشن فورس يبقى هنمشي زي ما اتعلمنا من شويه اللي هو الفراكشرال، هنجيب ريزيستنس بتاع القطاع في التنشن يا اما ييلدنج في الجروس اريا يا اما فراكشر في التنشن اريا. لو هو كومبريشن
وده دبل سيمتريك سيكشن عشان اي سيكشن. يبقى الدبل سيمتريك سيكشن نجلكت تماما فليكشر توشر باكلينج، هيبقى عندي تو مودز اوف باكلينج فقط لا غير، فليكشر الباكلينج حوالين الاكس او فليكشر الباكلينج حوالين واحد حوالين الواي. وطبعا اللي هيحصل اني هيحصل الكورسبوندنج للماكسيمم سلندر نس ريشيو الكبيره اللي هي كي ال اوفر ار الكبيره، سواء كانت حوالين الاكس او كانت حوالين الواي. وبالتالي نشوف مع بعض التشويس والتشيك برضو في الدياجونال والفيرتيكلز لما تكون تنشن، وبعد كده لما تكون كومبريشن، وبعد كده اخر حاجه اللي هي الفيرتيكال ممبرز في حاله البوني بريدجز هيبقى عليها بيندنج، ودي اخر حاجه هنبص عليها. طيب احنا عندنا هنا ايه الداتا المعلومه هنا في قطاع الاي سكشن يا باشمهندسين؟ ها؟ ايه الداتا الوحيده المعلومه؟ الدبس بتاعه. الدبس بتاعه فقط لا غير. البي دي. البي دي هي الدبس المسافه بين تو جاست بليتس، هي نفس البي بتاعت الابر كورد، هي نفس البي بتاعت اللور كورد، المسافه بين تو جاستس. وكل الباقي دي مجهول. انا انصحك ان انت في الفيرتيكال ممبرز اللي فيها فرصه ضخمه تاخد البي فيها دي كبيره. تاخدها مثلا كاتب لك البي فلانج دي افرضها من 25 ل 40. فانت عندك الفيرتيكال ممبرز اللي عند السبورت فيها فورس ممكن تصل لاكثر من 600 700 طن او توصل 1000 طن الرياكشن. فساعتها تاخد البي دي ب 40 سم مثلا، وخد الويب تخين برضه، خد الويب مثلا متر 60 1.6 سم تخانه الويب. بعد كده كل لما تقرب من تروح على الميد سبان تبدا تصغر البي فلانج وتخانه الويب. وبعد كده دبس القطاع عندك يبقى المجهول هو التخانه التي دي. التخانه التي دي بقى هتستنتجها من الفورس. يبقى كل فيرتيكال ممبرز التي فلانج بتاعته مختلف عن الثانيه، ده اكيد. لكن كمان كل فيرتيكال ممبرز ممكن البي فلانج تختلف باختلاف الفورس اللي في الممبر. يعني الممبر فيه فورس كبيره عرض الفلانج بتاعتي، عشان كمان ما الاقيش ان التخانه بتاعت الفلانج توصل هي رخلة ل 5 6 سنتي. يعني لما تغير انت تصغر انت الفلانج قوي ممكن تخلي الفلانج تكبر جدا يعني. فانت حاول تراي انك تخلي الفلانج فريم ما تزيدش عن 4 سنتي، انك تكبر برضه عرض الايه؟ عرض الفلانج عشان الييلد نفسه ما يصغرش. فالمهندس دايما يحاول يستفاد بالقطاع كاملا من غير ريدكشن، وده بيحصل مع التخانه اللي اقل من 4 سنتي. ودي حاضر احصل عليها لو انا بالفعل قدرت ازود تخانه الويب وعرض الفلانج متناسبا طبعا مع الايه؟ مع الاكتنج فورس اللي عندي. وبالتالي انا اي دياجونال او فيرتيكال عليه تنشن يبقى عندي البي مسافه البي، ابدا افرض البي فلانج، افرض تخانه الويب، واعمل تشويس بقى على تخانه الفلانج من الاكسترنال فورسز اللي عندي. ففي حاله الويب ممبرز الاف اس ار الاول في الفتيج بتطلع لك 2 طن عن سنتيمتر سكوير. انا كاتب لك هنا في حاله النمبر اوف سيس سايكل في حاله السنجل تراك بتطلع 5 في 10 اس 5، وفي حاله الدبل تراكس بتطلع 2 مليون. وبالتالي الفتيج عاده مش كنترول ديزاين، لان الاف اس ار الاول ساعتها هيطلع بكام؟ هيطلع ب 2 طن على سنتيمتر سكوير. طيب مش معنى ان اقول لك مش كنترول انك ما تعملش تشيك عليه، انت مطالب انك تعمل تشيك. اوكي طيب انا عملت تشيك تشويس للتخانه تي اهي من اليلدنج ومن الايه ومن الفراكشر. انا هنا عملت ايه بقى؟ المفروض المعادله بتاعت الييلد طبعا هي تي ماكسيم على 0.85 في الفاي في الفيلد. المفروض هنا تي التيميت على الفاي في الفراكشر اللي هي 0.7، وال 0.85 دي تاثير الاريا نت والاريا جروس. اليو هنا في حاله البولتد هناخدها 0.8 عشان عندي الفيرتيكال دايجنز بولتد، والاف التيميت عندي اعوض هنا بقى في المعادله او جايب الايه فاينل التخانه تي.
مركزين مش هنسين يعني البوينت 85 دي بتاعت ايه اللي تحت دي؟ ها؟ العلاقه بين الاريا نت والاريا جروس؟ مظبوط الاريا نت والاريا جروس. ثانيه بس كده عشان بس حد بيقعد يتلخبط، انا عشان كده ما عوضتش باليو في المعادله دي عشان ما يبقاش قدامكم ثلاثه فاكتورز ما بتكونوش مركزين فيها يعني. اليو طبعا هنا هتعوض انا بقى بالايه؟ بالبوينت 8 بس كده. جبت خانه تي هترجع تعمل تشيك بقى ازاتين شامبر بقى. اول حاجه بجيب الاريا بتاعت القطاع، بعد كده بجيب الاريا جروس والاريا نت، لازم اكتب هنا كمان الاريا نت. بعد كده اقوم جايب الريزيستنس لليلدنج وريزيستنس للفراكشر طبعا بالنت اريا هنا. وبعد كده اقوم جايب مقارن الماكسيموم اللي عندي بالمينيموم من اليلدنج والايه والفراكشر. طبعا واحد يقول لي طب انا دلوقتي اطرح كم مسمار وانا لسه ما صممتش كونكشن. هي طبعا في البدايه كده انت ممكن تعمل اسيوم بقى ان انت هترص المسامير في الفلنجات ستاجرد، فدايما الفلنج الواحده تطرح منها مسمارين بس. يعني بص هنا، يعني هنا ممكن الفلنج تكفي كل ناحيه مسمارين بس اكيد هترص ستاجرد، فتطرح هنا مسمار من ناحيه ومسمار من ناحيه، يعني كان هنا هيبقى في مسمار ومسمار وهنا مسمار ومسمار. طبعا لما هيبدا هتبدا الرص المسامير هتعرف ساعتها المستوى الكسر فيها مسمارين ولا اربعه يعني. بس انت مضطر انك تفرضه ايه؟ مضطر انك تفرضه في البدايه. بعد ما فرضت المسامير وفرضت ان السكشن فيه مسمارين او اربعه، ساعتها هتقدر تعوض هنا بالارينت وتجيب الايه؟ وتجيب الفراكشر ريزيستنس. بعد ما تستاش بقى تعمل تشيك فاتيج، وكذلك تشيك سلندر ريشيو، الفاتيج اقل من 2 والسلندر ريشيو يبقى اقل من كام؟ 160. حد عنده اي اسئله يا جماعه في بالنسبه للديزاين الويب ممبرز على الاتنشن؟ تمام. طب لو الممبرز الويب ممبرز عليه كومبريشن، الويب ممبرز عليه كومبريشن يبقى محتاج يجيب الاف كريتيكال. طيب اول حاجه بيبقى عندي الداتا بتاعتي هي عباره عن الكومبريشن فورس اللي موجود عندي في الويب ممبر سواء كان فيرتيكال او دياجونالز، وبخش التيبل بتاع الباكلينج بتاع الكود او جايب ال باكلينج اكس وال باكلينج واي. خلي بالكم يا باشمهندسين هنا في الفيرتيكال والدياجونالز الباكلينج ان بلين حوالين الواي والاوت هو الاكس، ودي دايما دايما الطلبه بنلاقي اكتر من 20 30% من الدفعه غلطانه في الباكلينج لينث في الفيرتيكال والدياجونالز في امتحانات الفاينل يعني. خلي بالك الاي سيكشنز شو محطوط ازاي بالنسبه للتراس، فالان بلين الان بلين باكلينج حوالين الواي والاوت اوف بلين هو حوالين الاكس، فدي يا ريت تركز فيها كويس يا باشمهندس عشان لما تقسم ال باكلينج اوت اوت اوف بلين هتقسمه على ار اكس، وهتحسب ال باكلينج ان على ار واي. انا عندي القطاع خلاص زي ما قبل كده فرضنا كل الدايمنشنز البي والتي ويب، وقلنا التي هو المجهول بس، فاقسم الفورس على الفاي في الاف كريتيكال ان انا هفرضها بقى 0.6 ل 0.7. وزي ما قلت دايما لما يكون عندك انت شايف قصادك الممبرز اطوالها كبيره قرب من 0.6، عندك الممبرز اطوالها صغيره وديك بريدج مثلا يعني الفيرتيكال مش هيتضرب في فاكتور في الباكلينج لينث، يبقى ممكن تاخدها 0.7 وهكذا. ودي استيميشن انا كديزاينر مضطر ان انا اعمل تراي اند ايرور، يعني افرض واجيب التخانه الفلانجة واعمل تشيك طلعت ويست اصغر، طلعت انسيف ازود، طلعت سيف اوكونوميك خلاص تمام. فبعد ما بعمل تشويس واجيب التخانه تي ابدا بقى اعمل تشيك بقى. اول حاجه بعملها هنا ان انا ما عنديش فليكشن توشر باكلينج هعمله عشان ده دبل سيمتريك سيكشن، يبقى هجيب ايه؟ هجيب الاويلر ستريس من المينيمم من السلندر ريستريشن الماكسيمم حوالين الاكس والواي.
يعني اف اويلر الكريتيكال هو كورسبوندنج للامدا ماكسيمم، لامدا ماكسيمم من لامدا اكس او لامدا واي، ولامدا اللي هي كي ال اوفر ار اللي هي الماكسيمم سنترنس ريشيو. قام جايب البروبريس بتاعت القطاع الاول الاريا الاي اكس الار واي، ال باكلينج ان واوت عارفينهم من الجدول نفسه. لامدا جيبها اتاكد انها اقل من 90، وبعدين فاينالي في النهايه خالص عوض اجيب بقى الاف اويلر ستريس باي سكوير في الاي على لامدا ماكسيمم سكوير، منها اقوم جايب لامدا سي اللي هي الروت بتاع الاف ييلد على الاف اويلر، اتاكد بقى اشوف اكبر من اقل من 1.1 ولا اكبر من 1.1، اقوم جايب الاف كريتيكال اضرب الاف كريتيكال في الاريا جروس في الفاي اللي هي 0.75، اجيب الريزيستنس في الكومبريشن للفليكشرال باكلينج، ومنها لازم تبقى اكبر من الايه من الماكسيمم فورس بتاعت الممبر. طلعت سيف اوكونوميك اوكي، طلعت اي حاجه ثانيه ترجع تعمل ايه ري تشويس تاني وتعيد الايه التشيكس من الاول. كده يبقى صممنا الابر كورد واللور كورد والفيرتيكال والدياجونالز. ايه الكيس اللي ممكن تقابلني تاني غير الكيس ديت يا باشمهندسين؟ في اي حاجه تاني دلوقتي ناقصانا؟ طبعا ناقصنا بقى الايه الفيرتيكال ميمبرز في حاله البوني بريدج. لو عندك بوني بريدج، البوني بريدج اتفقنا مع بعض ان الابر كورد لاترالي انسبورتد، واتفقنا كمان ان الفيرتيكال ميمبرز دي مع كروس جيردر شغاله يو فريم، يو فريم عشان تقلل الباكلينج لينث بتاع الابر كورد، وبالتالي هي اليو فريم ده هيؤدي الى ايه؟ الى ان الفيرتيكال ممبرز بتاعت التراس دي بيتولد فيها بيندنج مومنت، وبالتالي يبقى انت مطالب انك تصمم جميع الفيرتيكال ممبرز بتاعت الايه بتاعت البوني بريدج على مومنت ان اديشنال تو الفيرتيكال فورس اللي انت جبتها في من الانفلونس لاين قبل كده. طيب المومنت اللي بيأثر على الفيرتيكال ميمبر ده قيمته قد ايه؟ دي انا شرحتها قبل كده لما قلت لك تستخدم يو فريم، قلنا ان احنا عندنا في لاترال فورس قيمتها كام؟ 1/100 من الكومبريشن فورس في الابر كور، وبالتالي يبقى انت عندك الفيرتيكال في 4 ده عليه فورس هنا يو 4 مثلا ب 1000 طن ويو 3 ب 800 طن، يبقى النقطه دي اللي هتجيب مومنت في الفي 4 هاخدها من ال 1000 ولا من 800؟ هتاخدها من ماكسيمم الاثنين على طول اللي هي كام؟ هتبقى ال 1000، 1000 اقسمها على 100 تبقى كام؟ تبقى ب 10 طن، احط ال 10 طن في النقطه دي واضربها في الارتفاع لغايه الايه؟ لغايه وش الكروس جيردر، او جايب المومنت على الايه؟ على الفيرتيكال ميمبر بتاع التراس، واصمم ساعتها الفيرتيكال ميمبر بتاع التراس از بيم كولوم، از بيم كولوم عليه ايه؟ عليه نورمال فورس وعليه بيندنج مومنت، عليه نورمال فورس وعليه ايه؟ وعليه بيندنج مومنت. اتفهمت النقطة دي يا باشمهندسين؟ طيب أنا عندي هنا الفيرتيكال ممبر الاولي اهو، الفيرتيكال ممبر هيبقى عباره عن اف الابر فورس مقسومه على 100 مضروبه في الدي 1، اجيب المومنت والنورمال فورس اللي جبتها خلاص من الانفلونس لاين قبل كده، اقدر احصل الفورس في جميع الممبرز ما عدا بقى الممبر اللي في النص اللي هو كان زيرو ممبر، وبالتالي لو انا طلبت منك تصميم الممبر في 5، في 5 ده زيرو ممبر، فساعتها هتصممه على ايه؟ هتصممه على بيندنج فقط لا غير، في 5 مش هنسين عشان كده جبناها قبل كده، في 5 زيرو ممبر، محدش يقول لنا في البوني بريدج في 5 زيرو ممبر يوز مينيمم دايمنشنز ويسيبه كده من غير ايه؟ من غير اي تشيك، لا ساعتها هتصممه على ايه؟ على البيندنج مومنت. مش عارف اذا كنت فاكر الانتراكشن ايكويشن اللي انت اتعلمتها قبل كده بقى، الانتراكشن ايكويشنز اللي هي اوريدي اندر بيندنج وكمبريشن فورس،
لو عندك الالتيميت بي التيميت على فاي في البي ان اكبر من 0.2 فلازم تحقق الانتراكشن كويشن الاولانيه ديت اللي هي بي التيميت على فاي في بي ان زائد 8 على 9 في النومينال الام التيميت على فاي في الام نومينال. ده كله اقل من كام؟ اقل من او يساوي 1. طبعا النومينال مومنت لازم تراعي ايه؟ لازم تراعي اللاترال تورشنال باكلينج بتاع الكومبريشن فلانج بتاع الفيرتيكال ممبر ده عليه بيندنج. وطبعا البي ان هنا خدنا فيها بقى الفليكشرال باكلينج اللي هي عباره عن اف كريتيكال في الاريا. ولو كانت البي التيميت على الفاي في البي ان اقل من 0.2 هقعد بقى في الايه؟ في المعادله الثانيه ديت. معايا يا باشمهندسين؟ طيب احنا ممكن نكتفي بكده يعني على اساس ان الجزئيه دي ممكن اعيدها تاني المره الجايه بحيث ان احنا نكون بدانا في الديزاين وفهمنا اكتر الايه؟ فهمنا اكتر الديزاين. حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين؟ دكتور بعد اذنك، هو بالنسبه لللودز على السترينجر او كروس جردر، هو ممكن الشير يطلع اكتر من المومنت حاله التحميل يعني؟ ممكن الشير يطلع اكتر من المومنت. بص دايما الكيسز اللي بيطلع فيها الشير اكتر من المومنت هي كيس الكونسنتريتد لودز العاليه اللي هي قريبه من السبورت. لو عندك كمر عليها كونسنتريتد لود عالي قريب من السبورت فده كيس اللي هي اوريدي ممكن الشير يبقى اكتر من مومنت. عندنا هل الكيس دي موجوده عندنا؟ هي طبعا لو عندك سبان السترينجر صغيره قوي صغيره قوي ممكن الشير يطلع عالي جدا يعني. عندك الكروس جيردر نفس الكلام، الكروس جيردر لو عندك اتنين كونستريت لودز مع السنجل ممكن برضه تطلع ايه؟ يطلع الشير كريتيكال. بس هو بوجه عام انت بتحصل على الشير والمومنت من الكيس بتاعتك، ديبند بقى على السبان والسبيسنج بين الايه؟ بين الكروس جيردرز يعني. تمام يا دكتور، شكرا. لا يا باشمهندس، حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين؟ تمام اوكي، شكرا يا باشمهندسين، كل سنه وانتم طيبين.